طيب استاذ احمد، هنا هل يجوز الحصول بقى على الصيغه التنفيذيه لاي عقد ايجار؟ طيب هنقول الحته دي ازاي؟ يعني هنستفاد ايه منها؟ يعني احنا دلوقتي عندنا لما نروح الشهر العقاري ثلاث حاجات بنعملها. تمام؟ نعمل اثبات التاريخ زي ما قلنا على اي عقد ايجار. بس بالشرط انه يبقى 9 سنين او اقل. تمام؟ نعمل حاجه اسمها توثيق على العقد الايجار. توثيق على عقد الايجار ده وحاجه كمان اسمها صيغه تنفيذيه. تمام؟ ده مش شهر العقاري؟ شهر العقاري. ثلاث حاجات. احنا خلاص قلنا اثبات التاريخ، هنمسك الاثنين التانيين. يعني ايه التوثيق وايه الصيغه التنفيذيه؟ تمام. التوثيق والصيغه التنفيذيه لازم انا والاستاذ احمد فاروق نروح مع بعض. المستاجر والمؤجر. ويمضوا هناك في الشهر العقاري. اثبات التاريخ لا، يعني الاستاذ احمد فاروق لوحده يروح اللي هو مأجر مثلا. انا ممكن اكون انا دايما انصح حبايبي اقول لهم ايه، حتى لو انت مالك روح مأجر للاستاذ احمد فاروق، روح اثبت التاريخ، لو تحصل مشكله تبقى عارف انك انت مدخل، لكن لو حصلت مشكله ما انا عقد ابيض. اللي عمل المشكله الاستاذ احمد فاروق مش هيديني العقد اللي يدينه اللي يقول ان الاستاذ احمد فاروق كان موجود في العين دي قبلها. مش مثبت. ما هو سؤال، انا النهارده عايز اثبت ان الاستاذ احمد فاروق مأجر مني قبل الحادثه ما حصلت. انا ما معيش، ما هو اثبات التاريخ ده اتاخد من احمد بيه، مش ما اتاخدش مني. تمام. فانا بقول له ايه؟ روح انت، وهو عايز يروح، الاثنين يروح. فاثبات التاريخ يجوز لاي من الطرفين انه يروح بمفرده ويعمل اثبات تاريخ ويعمله. تمام. انما الصيغه التنفيذيه والتوثيق لازم الطرفين يروحوا مع بعض. طيب حاجه زي مثلا، طب ايه لازمتها؟ لانه الاثنين هنا بيقروا انه راحوا وبيقروا ان العلاقه قدامهم. الصيغه التنفيذيه دي برضو في ناس بتسال فيها كتير قوي، بتقول ايه؟ فيها لبس في الفهم سنه. يقول لك انا لو معايا صيغه تنفيذيه، احنا كل خدي بالك كل ده بنتكلم على عقود الايجارات الجديده. احنا ما بنتكلمش على القديم. أيوة. عشان الناس بس ما تتلخبطش، على عقود الايجار اللي محرره من بعد 31 يناير 96. تمام. دي اللي احنا لغايه دلوقتي بنقول عليها جديده، لان دي اجدد حاجه، ما حصلتش حاجه بعد كده. فاحنا مسمينها لغايه دلوقتي علما ان عدى عليها اكثر من حاجه و20 سنه دلوقتي، لكن بنقول عليها جديده، يعني المصطلح الدارج. دول بيتطبق عليهم الكلام ده. طيب انا النهارده اجرت لحضرتك شقه او محل. وحضرتك لمده سنتين. جيتي خلصوا السنتين. حضرتك مش راضيه تخرجي. هعمل ايه؟ هروح زي ما كل الناس يا عيني تقول لك ايه؟ انتهى مده الايجار، اعتبر العقد مسوخا من تلقاء نفسه، واقدر اطرد وادخل ما بيحصلش كده. طبعا هتحصل لك مشكله. انت دخلت واحد قاعد في حيازته، هتدخلي هيعمل لك محضر في اسم الشرطه ويقول لك في عقد بيننا انه بعد سنتين انتهت مده الايجار بتاعته، من حقه يطلع وانا اخد مكانه. مين اللي بايده الامر الحل والربط؟ القاضي. اللي يقول لك حاضر يا فندم، خدي حكم، عشان تاخدي الحكم ده وتروحي لبتاع تنفيذ الاحكام يطلع معاكي يكسر لو ما لقاش حد وينفذ. تمام. ويبص يشوف، ده انت عندك جوه ادوات للراجل ده ومنقولات تقدر بكذا، يسلمها لك عهده. لان الراجل النهارده حضرتك مثلا مأجره محل لجيم مثلا وما رضاش يطلع، دخلتي حضرتك اخد الادوات بتاعتك، ما هي يطلع يقول لك ايه، ده انا كان عندي اجهزه ب 2 مليون جنيه وانت دخلت وخدتيها، يعمل لك مشكله انت. اللي هو انت المالك، اللي هو انت ما كنتيش خدتي اصلا حتى حاجه، يعني انت تكوني فعلا انسانه محترمه وما خدتيش حاجه منه. تمام. فاذا القانون بيقول لك ايه؟ مش بالكلام، مش العقد مكتوب فيه حق على دماغي، بس مش انت اللي تروح تنفذ كده، البلد غابه، انا هدخل اقصر، طب افرض احتكيت بيه حصل ايه؟ هيحصل خناقه كبيره، ممكن واحد يموت فيها، وارد وبيحصل على فكره ده كتير. اذا القانون هنا لحمايتك. انك خدت حكم، بموجب هذا الحكم طلعت موظف من المحكمه، موظف المحكمه راح الاسم خد قوه وطلعنا نخبط ما لقيناش حد نكسر. لا ما نكسرش لو ما لقيناش حد. هنعمل ايه؟ اقولها لك ما دام احنا عايزين نقول حاضر. نعمل ايه بقى؟ نرجع تاني للقاضي، في حد اسمه قاضي التنفيذ. نقول له يا فندم احنا ما لقيناش حد. يقول لك طيب اعمل لي تحريات الاول، يعمل تحريات عشان نشوف مين اللي قاعد في العين دي.
ما ممكن يكون فيلم بيني وبينك وبنكسر علشان ندخل مكان حد يعمل تحريات نشوف، وبعد كده يقول لك ايه التحريات ثبتت ان اللي قاعد فعلا الاستاذ احمد فاروق، وانا رافع القضيه على الاستاذ احمد فاروق. يقعد يقول لك ايه، يحدد لك ميعاد ويقول لك كاس، اجيب نجار معتمد ببطاقته ويدخل يكسر. الامور دي ما تاخدش وقت كتير، وممكن تاخد وقت كتير. يعني ده وارد انها تاخد وقت كتير؟ اه وارد. التنفيذ صعب قوي عشان تبقى عارف. من الحاجات الرزله جدا، واللي واي حد يا عيني خد احكام ودخل في دواره التنفيذ دي، يعني شوفي اسهل حاجه انك تاخد حكم، تنفذ الحكم ده من اصعب الامور. طب ليه صعب؟ يعني هل ده بيعتمد على قاضي التنفيذ لا نفسه؟ لا خالص والله، لا قاضي تنفيذ واجراءات وموظفين وتحريات وشغلانه كذا جهه بتدخل، وكل جهه. يعني مثلا ادي مثال، انت النهارده اي تنفيذ ليه علاقه بالداخليه دايما. الداخليه لو بصيتي على طول السنه عندها، يا تطلع من انتخابات مجلس النواب للشورى لانتخابات محليات لانتخابات، ده لوحده ضغط ضغط. تمام، البلد حصلت لا قدر الله فيها اعياد ومواسم ما اعرفش تامين، اللي حصلت مشكله، يعني شوفي هو كل حاجه اصلها بتصب في الاخر في الداخليه. الداخليه دي لو بصيتي تلاقيها، يعني انا من الناس اللي بقول ايه، لا لازم الداخليه دي يعني لازم يعملوا حاجه اسمها شرطه تبع القضاه، تبع المحاكم، شرطه. ما فيش شرطه تنفيذ احكام على فكره. بس هل هي فاعله قوي وبتسرع الامور؟ جزء من من كيان الداخليه برضو، اللي هو في النهايه انا عندي 60,000 حاجه. يعني انا عندي برضو 60,000 حاجه. يعني شوفي الداخليه ما بدايه من انك انت قلت لواحد صاحبك صباح الخير، نقطت ميه عليه بيروح يعمل محضر في اسم الشرطه، ده بدايه الداخليه، لغايه اكبر جرائم بتحصل، قتل وجرائم سياسيه كله. فده عبء ممكن نقعد فيه شهور عشان تيجي تحريات، فبيتاخر. تاني حاجه محضرين التنفيذ، خلينا بقى يعني نتكلم بشكل صريح، طبعا في مشاكل كتيره جدا. يعني محضرين التنفيذ اللي ما بتقيش ربنا ممكن هو اللي ياخر، ده اغنى من اي واحد، ممكن هو اللي ياخر الامور يعني شويه في التنفيذ. بيحصل طبعا، وكل اللي بيسمعنا ودخل في الموضوع ده فاهم كويس قوي. يعني لكن مع الاسف برضو احنا محترمين وما بنواجهش، ولا لازم بقى نطلع يعني نتكلم ونواجه ان في ده. وعلى فكره كل قياداتك فاهمه كده، بس هو بعض النفوس الضعيفه هي اللي بتاذي. صح، او كثره القضايا. يعني يمكن عندنا يعني في عندنا تنفيذ احكام بكثره شايفينه الفتره اللي فاتت والحاليه، فبرضه ده ممكن تنفيذ احكام بالجمله. انت عندك فعلا بنشوف برضه عاطف على الداخليه ان هو يبقى ينفذ كل ده في نفس التوقيت. يا باشا انت عندك كل يوم الاف الاحكام بتصدر كل يوم من كل مستوى الجمهوريه. يعني موضوع انا بقول لك موضوع تقيل، مش يعني ما تقدرش تحكمه في جزء وتقول انت المسؤول عنه. طب استاذ احمد، عايزين نستغل وجود حضرتك معانا، مثلا لو محضر التنفيذ بيأخر الامور بسبب اخطاء شخصيه، تروح تشتكي، اعمل ايه عشان اقدر انفذ الحكم بتاعي؟ عندك قدر تنفيذ تدخلي له، هيمسكه لو لقى عندك حق هيشده. ما في كل محكمه قضاة تنفيذ وليهم رئيس مستشار، وتدخلي تشتكي حضرتك كذا كذا كذا، هيجيبه في 5 دقايق. بعد التنفيذ ناصح، لو لقى الموضوع ايه هيغبي معاه، هيشغل الامور، لا هيخلصه. يعني سوري، يعني سبوبه راحت فيه 20,000 غيرها. لو هو انسان ضعيف النفس، ضعيف النفس يعني. لو هو واحد ضعيف النفس هيقول لك يا ستي وانا هعمل ايه؟ حاضر هعديها، مش فارقه معاه. هو بيطلع ب5-6 تنفيذات مثلا، لو طلع ب5-6 تنفيذات في اليوم، يعني بيبدا من الساعه 10 الصبح، خدي بالك ده في تمن، بيبقوا قاعدين في تنفيذات لغايه الساعه 1 بالليل. برضه في عيب. انت تخيلي انا ومحضر تنفيذ طالع دخلت شقه بجرد كل اللي فيها عشان اسلمها لك. ده بياخد وقت ومجهود يا فندم. ده انت لو بتوضبي شقتك اقعد شوف. يعني بقول لك السيستم في مشاكل، زائد الواقع العملي طبعا صعب. وتلاقيه واحد طالع محضر التنفيذ ده بالكتير وعاه واحد مطلوب منه انه يجرد مثلا ينفذ تنفيذين او 3 في اليوم.
فيهم كم فرد جزمة على كم شراب كم معلقة وكم شوكة. الموضوع صعب جدا. طيب ده ياخدنا مرة أخرى للعقد اللي معانا. يعني احنا كده بنوضح للناس، اي حد يا جماعه مع عقد ايجار، يعني انت راجل مالك ومأجر لحد ومش بيدفع لك الايجار بتاعك، فانت هتقولي ان في بند عندي بينص ان انا العقد بيفسخ من تلقاء نفسه لو ما دفعش مده 3 شهور مثلا. هنا لا يحق لحضرتك انك تروح تقتحم المكان، لا، هنا في اجراء استاذ احمد قال عليه، بنروح نخبط على باب المحكمه يا جماعه، ان هو بيدي حكم على طول، يعني ان انت ليك الحق انك ترجع الوحده بتاعتك او المكان بتاعك. ده بقى ياخدنا للمنطقه الاخرى، لو الاثنين راحوا للشهر العقاري هنا ومضوا واخدوا الصيغه التنفيذيه، ده بيغنينا عن ايه بقى يا استاذ احمد؟ ده بيغنينا في حاله واحده، اتفضل. بيغنينا في حاله ان يبقى تاريخ عقد الايجار انتهى، لكن لو ما دفعت زي المثال اللي انت قلته ولا يغنيني حتى لو انا واخد لو واخد صيغه تنفيذيه. الصيغه التنفيذيه هتفيدك في حاجه واحده بس، ايه بقى؟ اني اكتب ان عقد الايجار ينتهي في 31/12/2020. تمام، دي الوحيده. لو رحت في يناير اخبط على حضرتك تقول لي مش طالع، اطلع بقى كما لو كنت رايح انفس كاني معايا حكم. الصيغه التنفيذيه دي كاني بقى اخدت حكم. يعني الصيغه التنفيذيه ميزتها ايه؟ انها وفرت لي مرحله التقاضي، وادخل بقى على قاضي التنفيذ اقول له عايز انفس، يبص كده يقول لي ايه ده، احنا عادنا ينتهي كام؟ 31/12، احنا في كام؟ احنا في يناير، تنفذ. طب لو انا ما بيدفعليش الاجره، لا طبعا مش هتنفعني دي. تمام، دي حاجه تانية خالص. اصل سؤال، هو مين اللي قال ان انا ما دفعتلكيش الاجره؟ صح، 31/12 دي ثابته علمي يقيني لاي حد، فخلاص. لكن انا ما دفعتش الاجره، لا يا فندم هنروح قاضي التنفيذ اقول له ده ما دفعليش الاجره، هيجي يقول لك بالظبط انا بدفع. يبقى ده امر دخلنا في قضيه وورق ويفتح، ويمكن اديك ايصال يطلع مزور، ابقى انا اللي ضارب التوقيع.